ونحن كما ترون اليوم في لحظات، والأمة تمر في وقت عصيب، ولا أعتقد أنه على ممر التاريخ والزمان كله أن الأمة مرت بما تمر به اليوم من فتنة مخيفة، ومن شبه دخلت على الأمة. وربما يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، حتى قال النبي: يصبح الرجل مؤمنا ومن شدة الفتنة يمسي كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولعل اللحظات التي أريد أن أتحدث بها هي المقصود في قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لحظة واحدة يغفل فيها العبد ويطيع فيها نفسه ويطاوع شهوته ويسير خلف شيطانه وتغره دنياه، يضيع فيها وبعدها لا ينفع الندم. وصدق القائل يوم قال: إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أنت على الخلاص قدير. والفتن اليوم هي عبارة عن خطوات وعبارة عن لحظات، فتن كقطع الليل المظلم تقع في شهوات وفي شبهات، ثم بعد ذلك يعض على أصابع الندم وبعدها لا ينفع الندم. واللحظة من الفرد الواحد في المجتمع من المسلمين تهلك أمة، لأنك أنت وأنا عبارة عن أفراد من هذا المجتمع، والمجتمع كيان، وإذا تخلخل هذا الكيان بأفراده انهدم البنيان الكبير في المجتمع وضاعت الأمة، وأصبح هلاك الأمة على يد فرد واحد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري وفي مسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فيه شر اقترب إلى هذه الأمة من أكثر من 1400 سنة، فما ظنكم اليوم بعد مضي هذا الزمان الكبير؟ باختصار، لحظاتك أنت لا تكن سببا في هلاك نفسك وهلاك الأمة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر هذا الحديث: قال فإن يتركهم أو يتركوه هلكوا جميعا، لأن الذي كان يخطئ واحد، لكن الذين سكتوا ورضوا بأن تمر هذه اللحظة على هذا الإنسان وعلى هذه الأمة كان سببا في هلاك هذه الأمة. أرجع إلى سؤالي: هل نفسك لها مكانة عندك؟ هل تحترم ذاتك؟ أنا أسألكم بالله رجالا ونساء في هذه اللحظة، تساءل لهذا السؤال: هل أنت تحترم نفسك أو لا تحترمها؟ إن كنت تحترم هذه النفس، النفس البشرية غرزت وجبلت فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول حب الأكل والشرب، وهذه غريزة معلومة في البشرية. الغريزة الثانية غريزة الشهوة الجنسية، وهذه أيضا فطرة. الغريزة الثانية وهي غريزة الاعتزاز، اعتزاز بالذات دون تكبر ولا غرور، وهذه غريزة موجودة في كل مخلوق. والدليل على كلامي هذا: أغلب ما يدور في مجالسنا أحيانا حينما تتحدث أنت عن ذاتك تتحدث بماذا؟ تتحدث عن منجزاتك، عن عطاءاتك. أحيانا تجلس مع أطفالك، أولادك في البيت أو تلاميذك في المدرسة، وغالب ما تتحدث عنه عندهم عن الإنجازات التي صنعتها أنت. لماذا؟ لأن الإنسان ما يستطيع يواجه الإشكال أو الخلل أو الفشل أو النقد الذي في ذاته، يحب الستر ويكره الفضيحة، وهذه طبيعة المخلوقين كلهم. لذلك تجد الإنسان لا يحب أن يعرف أنه اغتيب في مجلس أو نم عنه في كلام لا يليق به، فبالتالي هذه طبيعة بشرية. أجريت إحصائية
في دول غربية على مجموعة اتصالات، وقيل أنها تجاوزت 1000 اتصال يراقبون التلفونات، فوجدوا يريدون أكثر كلمة تتكرر في كل اتصال. أكثر كلمة الآن في الاتصالات ما هي؟ ليست ألو، لكن وجدوا أن أكثر كلمة وأكثر لفظ يردد أنا. من كثرة ما يحب الإنسان أن يتكلم عن ذاته وأن يستر أخطاءه ولا يحب النقد ولا يحب أن يواجه نفسه بأنه فاشل. الغرائز 3، قضية الأكل والشرب، هذه حتى يبقى الإنسان ويعيش. قضية الغريزة حتى يستمر النسل في الأمة، وهذه طبيعتها. لكن غريزة حب الاعتزاز، ليش؟ لماذا هذه الغريزة كانت في نفسي وفي نفسك؟ لماذا؟ ليش أنت تحب أن تعتز بنفسك؟ تدرون لماذا؟ لأن الله يحبك، ولأن الله أحبك ما يريد لهذه النفس الانحراف حتى ما تنحرف. لأنك إذا عدلتها، قومتها، رفضت الفشل، رفضت الانتقاد، أنت جالس الآن تعدل النفس من داخل، تزكيها. فبالتالي لأن الله لا يريد لك الانحراف، لأنك إن لم تستتر ولا تحب الاعتزاز بذاتك انحرفت، وانحرافك هذا خراب وفساد في الأرض. ولكن عكس ذلك يكون لعمارة الأرض والانتشار الخير بإذن الله تبارك وتعالى فيها. أنا أقول الآن، الذي يفعل المعصية ويكررها، هل هذا يحب نفسه أو أهانها؟ قطعا أنه يهين هذه النفس. أضرب لكم مثال، لماذا عندنا كبائر ذنوب وصغائر؟ ليش؟ يقول ابن القيم رحمه الله: سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الذنوب كبيرة لأنها تكبر إذا أهنت نفسك وكبرت إهانتك لنفسك. خذ على سبيل المثال، دعوني أتكلم معكم بشيء من العقل. الآن شارب الخمر أكرمكم الله، إذا شرب الخمر تجده أحيانا يمشي في الشارع مثل المجنون، ربما أكرمكم الله تقيأ على نفسه، وربما خلع ملابسه، وربما قال بكلمات يهذي بما لا يدري، وربما رفع ملابسه وأخذ يقضي حاجته في الطريق، وفعل فعل المجانين. هذا لما أهان نفسه بهذا الحرام، لما أهان النفس، أراد الله له أن يبين أن المسألة كبيرة، لأنها كبيرة، أنت أهنت نفسك بحجم كبير، فأصبحت هذه المعصية أيضا كبيرة. كذلك الزاني حينما يزني، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أتحدى رجل عاقل صاحب فضيلة يقال له فلانة زانية ويتزوجها أو يتقدم لخطبتها. ليش؟ لأن الإهانة الملتصقة بها هي لحظة ضاعت فيها تلك المرأة، وبالتالي لا يريدها. والعكس كذلك صحيح. ثم أنني أتساءل، حتى لو أردنا الآن أن نستعرض بعض اللحظات المضيعة أو التي تضيع كثيرا من الشباب والفتيات، لحظة المعاكسة على سبيل المثال، الآن لو دخل شاب في موقع من المواقع يريد معاكسة فتاة، تجده يرمق بعينيه، لو التفت إليه أحد أرجع النظر مرة أخرى إلى الأمام. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه فيها إهانة. بل ربما سمع كلاما من الفتاة أو من المرأة إن كانت محافظة يهين ذاته ونفسه. وكذلك الفتاة في المقابل، لو أنها أرادت أن تغري شابا بلحظة معاكسة أو أخذ لرقم هاتف، تجد ربما إذا سمعت من عاقل كلمة هي تجد تلك الإهانة كلها. بل يقول ابن القيم: حتى لو لم تفضح أو تسمع كلمة إهانة، أنت صاحب المعصية في قرارة نفسك أنك حقير. أقسم بالله، قبل يومين أرسل لي أحد الشباب رسالة ثم اتصل بعده يقول بالحرف الواحد، واسمحوا لي أكرمكم الله، يقول: يا شيخ أنا حقير حمار. ثم لما هاتفته ودار بيني وبين حديث، قلت: لماذا تقول عن نفسك هذا الكلام؟ والله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. ثم جلس يعدد، عافانا الله وإياكم، كثيرا مما يقع به من المعاصي والذنوب. حتى الإنسان في قرارة نفسه
يعرف أنه إذا أهان نفسه في لحظة من اللحظات هو مهان. ولذلك المغتاب الآن كيف يهين نفسه؟ لو اغتبت مسلما ثم انتقل الخبر إلى ذلك المسلم ودخل عليك في يوم من الأيام قال يا فلان هل أنت قلت في كذا وكذا، كيف سيكون حالك واستقبالك ووجهك لهذا الأمر؟ الآن الشاب الذي يغض بصره ويحفظ نفسه هذه لحظة. ولذلك الله جل وعلا ما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدين وش ربطها به؟ ويحفظوا فروجهم. طيب وش علاقة البصر بالفرج؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ذلك أزكى. فالقضية مرتبطة بأول نظرة، لأن هذه النظرة يتبعها كذلك فكرة وخطرة ثم فعل، ثم بعد ذلك ربما كانت المداومة، ثم يندم الإنسان على ذلك الفعل، وبعدها كما أسلفت وقلت لا ينفع الندم. أقول إن الإنسان الذي لا يحترم نفسه لا يحترمه الآخرون. أين المرأة الآن بحجابها؟ الآن المرأة إذا خرجت من بيتها وتجملت وتعطرت استشرفها الشيطان، كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد، إذا استشرفها الشيطان. أنا أسأل المرأة سؤال الآن، كم رجل ينظر إليها وكم إنسان يميل لها إذا كانت غير متحجبة؟ هي هنا في خلال خروجها إلى عودتها، أسألكم بالله كم سيئة وإثم تكسب هذه المرأة، لأنها أمالت ومالت المائلة المميلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكني سأقول للأخوات بشارة، الآن المرأة بحجابها أقسم بالله أنها تؤدي رسالة ودعوة عظيمة كبيرة يفخر بها كل مسلم. هل رأيتم في يوم من الأيام أن منبر الجمعة يدور في الشوارع عشان نقول للناس هذا ديننا؟ أو هل رأيتم مصحفا يمشي بالشارع؟ المرأة إذا خرجت بجلبابها وحجابها لحاجة هي تعبر عن الدين وتنشر حقيقة الإسلام وهذا النموذج ليقتدى به، حتى يقال انظروا امرأة مسلمة مؤمنة متحجبة عفيفة كريمة، فأصبحت بحجابها هذا تستطيع أن تبين لنفسها أنها بالفعل تؤدي دورها. في سورة تحفظونها كلكم، أنا أريد أن نقف معها سريعا، سورة والتين والزيتون. لاحظوا، والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقسم الله بماذا؟ أقسم الله في بداية السورة والتين والزيتون ثمر، ثم الطور الجبل أو المكان الذي كلم الله عنده موسى، ثم البلد الأمين البيت الحرام. أقسم بمكانين وثمرتين. طيب سؤال، وش علاقة البلد والطور بالتين والزيتون؟ وش علاقتها يا أخوان؟ هذا قرآن. ما علاقة التين والزيتون ثمرة بالبلد والطور؟ البلد الحرام عرفنا طهارته وعرفنا مكانته، والطور المكان الذي كان فيه موسى، التين والزيتون إشارة إلى فلسطين لأنها تزرع هاتين الشجرتين هناك، فبالتالي المسجد الأقصى أو فلسطين والطور والبلد الأمين مكة والمدينة يقسم الله بها. ليش؟ لطهارتها، طاهرة أطهر شيء في الأرض. طيب وش علاقة هذه الأماكن بعدها ولقد خلقنا الإنسان؟ إيش يعني أنت طهارتك كطهارة تلك البقع؟ لكن إذا أهنت نفسك ولطخت نفسك ولم تنتبه إلى نفسك رددناك أسفل سافلين، لأنها لحظة ضيعت نفسك بها، فبالتالي أنت لتتحمل تلك النتيجة. أنت مخلوق من ماذا؟ أنا بس أبي أبين الإنسان يستطيع أن يرفع من نفسه ولا يهينها. أنت مخلوق من مادتين، التراب وإيش؟ والماء، وهما عنصران كلاهما طاهر. بالنسبة للماء كما قال الله وأنزلنا من السماء ماء إيش؟ طهورا. وبالنسبة للتراب كما قال النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
فبالتالي أنت تتوضع بالماء لتتطهر، فإن لم تجد ماء تيممت بالتراب صعيدا طيبا لتخرج كذلك من الحدث إما الأصغر أو الأكبر. السؤال الذي يطرح نفسه، هذه الطهارة في الأرض اللي أنت منها التراب والماء لماذا تنجس؟ هل سمعتم أن أحد لو دخل واحد الآن في بيته أكرمكم الله وأخذ زبالة وضعها في داخل البيت ونثرها في الغرف، سيقال عن هذا مجنون وهذا قذر ويلوث نفسه وبيته؟ بل شف طهارتك، ارفع نفسك، لا تهين نفسك ولا تهين المرأة نفسها. بل ليس فقط انت مخلوق من مادتين طاهرتين، لا، الله تبارك وتعالى خلقك يا ابن آدم بيديه الكريمتين، ولا نشبه سبحانه وتعالى، الله يخلقك بيديه الكريمتين إكراما لك. ما خلق الله بيديه إلا ثلاثة، خلق القلم أو اللوح بيده، وخلق آدم بيده، والجنة خلقها الله تبارك وتعالى بيده. فأنت لك مكانة، كرمك الله يوم خلقك بيديه، حتى إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم بعد ذلك طهارة أخرى مع طهارة خلق الله باليدين، إلا أن الله نفخ فيك من روحه، لما قال الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا أيضا طهارة أخرى. والطهارة التي أيضا بعدها والمكان لك، قال فقعوا له ساجدين. يا جماعة الخير، المسلم الذي أعزه الله لماذا يضيع نفسه بلحظة؟ أعظم معركة تدور في الأرض معركة الشيطان معنا. ليش؟ الله لما خلق آدم بيديه ونفخ فيه الروح أمر الملائكة أن تسجد له، سجدت ملائكة السماوات كلها إلا إبليس. إبليس لما طرد من الجنة عاداك في الأرض، لأنه طرد بسبب أبيك. ولذلك حينما أنت تعتز بنفسك وتنظر أن هذه النفس لا تقبل أن تقع ولو بشيء يسير، مكانتك الآن لو تدخل على بيتك وتجد أن أحدا اتهم زوجتك أو اتهم ولدك أو بنتك أو قال عنك أنت كلاما عند أهل بيتك، كيف سيكون حالك؟ لذلك يرغب كل عاقل بستر الله عليه. ولذلك من مكانة هذه النفس أنها ما تضيع بلحظات. هل يجوز الحين واحد منكم يقوم يتكلم على أي شخص؟ أبدا لا يجوز أن تهين إنسانا، ولا تعير أحدا بذنبه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عير ابن آدم مثله بذنب لم يمت حتى يعمل هذا الذنب. لذلك الناس يقولون شيباننا لا تشمت فيعافيه الله ويبتليك، والله أنها صحيحة. بعض الناس يرى صاحب معصية ويعيره، يرى صاحب خلق ذميم فيعيره. احمد الله إذا عافك الله مما ابتلاه، وإن استطعت أن تقدم نصيحة فافعل، لكن لا تشمت ولا تهين الناس ولا تحقر الناس. والله العظيم مصداقا لقول الرسول الكريم، من عير مسلما بذنب فعله والله لم يموت حتى يقع فيه، طال الزمان ولا قصر. واقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ليس قوما يدرون الخبر. أقول أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون قصة المرأة التي زنت؟ المرأة لما زنت أراد رسول الله أن يقيم عليها الحد، لكن أحد الصحابة سبها، لما سبت عيرت بذلك الذنب، غضب رسول الله. نعم نحن نعاقب، لكن لا نهزأ ولا نعير الناس، عندنا شريعة في حدود نقف عندها ونحترمها، ولكن لا نعير الناس بذنب فعلوه. عكرمة ابن أبي جهل، هذا عكرمة أبوه أبو جهل، فرعون هذه الأمة. هذا عكرمة لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وهناك مجموعة من الصحابة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل قبل أن يسلم، إياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت لا يضره ويضر الحي. احترموا عكرمة، لا تسبوا أباه ولا تعيروه بأبيه. عكرمة رضي الله عنه أسلم
يقول كان سبب إسلامي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لي مع أن أبي كان أكبر أعدائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام احترم ذلك الصحابي قبل أن يسلم، واحترم نفسه عكرمة فدخل في الإسلام، وأعز نفسه في لحظة من أجمل اللحظات، ثم مات عكرمة رضي الله عنه أفضل الميتات، مات شهيدا. فنسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. خذ على سبيل المثال إبليس عليه من الله ما يستحق، لما طرده الله من الجنة ليش؟ لأنه طرد بسبب أبينا آدم. اسجد، لا ماني بساجد، أجل اطلع. هو الآن حطك عدو، أنا أهان، هو يرى أنه إهانة، يقول رأيت هذا الذي خلقته أو من طين وخلقتني من نار، كيف أسجد الواحد مخلوق من طين؟ ثم لما طرد اسمعوا كيف المعركة بدأت، عشان تعرف أن الشيطان دوره الرئيسي في الأرض أنه يهينك، ما يبغى لك العزة. قال الله جل وعلا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة إيش؟ لأحتنكن ذريته. وش معنى أحتنكن؟ معنى أحتنكن أي أقود. الاحتناك هو أن تضع لجاما على دابتك في خطام الناقة فتجرها، بمعنى إبليس يبغى يربطك مع وجهك ويسحبك، يحتنكك يقودك. ليش؟ لأن إبليس يعلم أن المعركة معركة إهانة في نظره، ولا بد أن يهينك. طيب إذا أنا أعرف أن هذا عدوي يريد إهانتي بهذه الصورة، كيف أسمح له؟ إبليس أول قضاياه التي يروج لها اليوم بني علمان والليبرالية وأعداء الشريعة الإسلامية الذين يدعون الحرية العري. والله العظيم إن بعضهم يتمنى، قرأت في صحيفة في دولة إسلامية مع الأسف أن بعضهم ينادي يقول لماذا لا يدرسن الطالبات في الجامعات بميهوت كما يسميها، يريدون النساء والناس يمشون عريانين، لأنها الهدف الأول عند إبليس. ليش؟ إبليس أول ما وسوس لآدم وحواء في الجنة كانت تتعلق باللباس كما قال الله، فوسوس لهما الشيطان إيش؟ ليبدي لهما ما ووريا عن سوآتهما. هو من الأصل يبغى العري هذا يكون موجود، يتمنونه اليوم أعداء الملة، ودهم يرون المولات والأسواق والفنادق والشوارع يرون المرأة كاشفة عارية ولا تلبس حتى حجابا، ولا ربما تلبس ربما ثوبا غطى كثيرا من جسدها. هذا العري الذي ينادي به أعداؤنا هي هدف من أهداف الشيطان، وهي المعركة التي يريدونها من زمان. هذا بارون اليهودي عنده نظرية فلسفة يقول أصل الإنسان قرد، أكرمكم الله، وهذه النظرية مهم صحيحة، لا نظرية بارون ولا غيره. أسألك بالله إذا كان اليهود هذا الذي جده شبط طنزي كما يسمونه، أسألكم هو الذي يريد لنا الاحترام، احترام الذات، أو الذي يقول يا بني آدم، أو الذي بين أنه ولقد كرمنا بني آدم، الله الذي كرم هذا الجنس الإنسان، أنت مكرم ليش؟ يقول ابن كثير رحمه الله كرمك الله بعلوك، الجسد الوحيد اللي مو منحني أنت. الآن الحيوانات منحنية ظهورها، أما الإنسان لا، ولا تنحني ركوعا ولا سجودا إلا لله الذي خلقك. ولذلك عزتك حتى العزة التي تبحث عنها تكون في هذا السجود وفي هذا الأمر. اليوم من أراد أن لا يقع في لحظة من لحظات الشيطان، نحن إن شاء الله تعالى بعد شهر نسأل الله أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. في رمضان نعرف في الحديث الصحيح أنه إذا دخل شهر رمضان غلقت أبواب النيران وسللت وقيدت الشياطين. أنا هذا الشاهد من الحديث، مردت الشياطين تقيد، لا تستطيع أن تفعل ما تستطيع أن تفعله لا في شوال ولا في رجب ولا في شعبان. هنا بعض الناس حتى في وقت تقييد مردت الشياطين، ما بالشيطان يقول لا احتنكن، يحط لك لجام ويربطك ويسلسلك، في بعض الناس يهين نفسه حتى في هذا الشهر. ابن القيم يعلق تعليق لطيف يقول ربما أتى الشيطان يوم القيامة يقول يا رب أنا في رمضان كنت مغلغل، والذي حبس نفسه عبدك ذاك الضعيف، ما قوى نفسه، مع أن الشيطان لا يصل إلى القوة التي كان يصل إليها في غير هذا الشهر. إذا أردت أن ترى من اللحظات الخطيرة
انا اقول اتحدى جيبوا لي معصية على وجه الارض ليس لها احد يؤثر فيها، يعني ما لها صاحب. فيه زنا يحصل من طرف واحد؟ مستحيل. في انسان يتعلم المخدرات او التدخين دون ان يحث احد او يتأثر باحد حتى لو مشاهدة؟ مستحيل. ولذلك تجدون الاسلام يحفظ لك ذلك كله. باختصار، قل لي من تصاحب اقول لك هل انت عزيز ولا لا. قل لي من صاحبك، من صديقك، من الذي تهاتفه سرا وخصوصية، اخبرك من انت. واقول لك ماذا تفعل، انت تقف الناس ينقسمون ثلاثة اقسام. قسم يدعوك للخير، امثال الاخوة جزاهم الله خير القائمين على هذه الملتقيات المباركة، فهذا تمسك به. وقسم اخر يدعوك صراحة للشر والضياع، فهذا الفرار. واخر غافل لكنه يؤثر عليك احيانا سلبا، غافل. ولذلك الله جل وعلا، ابى اضرب لكم مثالين في الصحبة، اللحظة الخطيرة هذه. ابو جهل اقرب الناس له من الكفار؟ عقبة بن ابي معيط. سافر ابو جهل خارج مكة يوم من الايام، وعقبة بن ابي معيط جلس في مكة. يقول عقبة، هو يتحدث، يقول كنت اسمع عند الكعبة القرآن يتلى من محمد واعجبني القرآن. ارتاح. هذا عقبة بن ابي معيط صاحب قصة سلى الجزور الذي وضع على الرسول عند الكعبة. يقول فارتحت للقرآن، بدأ يسمع كل يوم. يقول فعزمت في نفسي ان اذهب لرسول الله واسلم. تخيلت، يريد دخول في الاسلام. يقول بينما انا متجه في طريقي الى النبي عليه الصلاة والسلام فاذا بابي جهل قد رجع من السفر. قال وين؟ قال ذاهب الى محمد، سمعت كلام ربه واثر ذلك الكلام في واعجبني، اريد الاسلام. قال له ابو جهل يا عقبة اقسمت عليك الا تذهب اليه مسلما، انما اذا اردت الذهاب الى محمد فابصق في وجهه. يا عقبة ان اسلمت واللات والعزة لا اخاطبك ولا اصاحبك، يعني سافارقك. يقول التفت لي، قلت يا ابا جهل اعجبني القرآن. قال اما انا او قرآن محمد. يقول فتركت القرآن والاسلام ومات والعياذ بالله على الكفر. هذا الصاحب السيء لحظة كان رايح يسلم لكن اثر عليه. في المقابل الايجابي، عمر بن الخطاب، تعرفون قصته المشهورة وهي ايضا صحيحة، تلكم القصة من ذلك الصحابي الذي وقف مع عياش بن ابي ربيعة. عياش بن ابي ربيعة اراد الاسلام، عمر ما زال في مكة. قال له عمر اتهاجر معي المدينة؟ دققوا يا شباب، لتلتفت تلك البنت والفتاة التي ضيعتها زميلة لها او صديقة. اتصلت بي احدى الاخوات قبل شهر تقريبا، ارسلت لي عدة رسائل ثم قالت ارجوك اسألك بالله ان ترد، ثم ذكرت انها بنت في بيت محافظ، ابوها وامها يحفظان القرآن الكريم، لكنها وقعت في مشكلة تريد حلها. بعد ان رددت عليها بالتلفون او الهاتف اخبرتني انها عن طريق صديقتها حاولت ان تقنعها بان تضيع وقت فراغها بمكالمة شاب. تقول انا اليوم في ورطة، ثم تكلمت عن تفاصيل اربع باسماعكم عنها، لكنها لحظة طبعا هي تتكلم تبكي نادمة على ما كان، لكنها وقعت في يد ذئب لا يخاف الله، ولكن لهذا الذئب كما يقول ابن الجوزي لهذا الذئب تمساح يأكله طال الزمان او قصر. مهما طال الزمان العب في اعراض الناس، خذ راحتك، لكن والله لا تموت حتى يأتي يوم تجد فكا اسد او فك تمساح يقطعك فترى الفضيحة امام عينيك، ثم بعدها تندم ولا ينفعك حينها الندم. عياش ابن ابي ربيعة لما سمع ابو جهل انه يريد الذهاب مع عمر للاسلام هاجر من مكة للمدينة. ابو جهل خاف انه يسلم، ليش؟ لان هذا عياش امه غنية ثري، قال لو اسلم اثر على اهل مكة لانهم اغنياء، سادركه لارجعه. يقول فلحق به، لما لحق بعياش وقف قال يا عياش عد فان امك تنتظرك وانها اقسمت الا تستظل، يعني ما تجلس تحت ظل، والا تستحم، يعني ما تتروش ان لم تعود اليها. قال لعمر انا اعود لامي. قال عمر لا ترجع، انما هو دين الله ورسوله. قال يا عمر امي ما راح تستظل ولا راح تتحمم. قال امك يتعبها الشمس فتستحم ويشغلها القمل اذا ما تروجت،
فكذلك بعدها تستحم. قال قلت أمي. يقول فلما جاء يرجع قال له عمر ارجع لكن خذ ناقتي، الناقة لي علامة ذكرى بيني وبينك لعلك تذكرنا وتعود إلينا. وخذ الناقة ورجع. كل ما نزلت آية على رسول الله بالمدينة أرسلها عمر مكتوبة لصاحبه عياش فيقرأها، حتى نزل قول الله. الآيات التي قرأها الإمام في أول ركعة في سورة المغرب أنزل الله تبارك وتعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول عياش فقرأت هذه الآيات فأثرت في وتركت مكة وأمي وذهبت لرسول الله مسلما معلنا إسلامي. ترى فيه يوم خطير، اللحظة لحظة الصديق السيء سيجعلك تندم. أبو جهل لما رد عقبة بن أبي معايط عن الإسلام أنزل الله في آية أرجوكم رجاء اقرأوها بقلوبكم. نزلت الآية هذه في عقبة بن أبي معايط يوم يعض الظالم على يديه، عض على يديه يوم القيامة، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، أبو جهل، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ضل عن الحق والتوحيد. والله العظيم هالآية سيقولها عدد من الناس يوم القيامة، وربما كما قال بعض العلماء سيقولها أناس هنا في الدنيا. كنت أزور السجون، ألقي بعض المحاضرات ولإشراف على بعض الأحداث في الدار الملاحظة الاجتماعية قديما، أسمع كلمات ترددها الشباب يقول يا ليتني لم أسر مع فلان ولا علان ولم أقع في الضياع والشهوات التي أصبحت نتيجتها وجودي في هذا المكان. لماذا نترك اللحظة البسيطة الشهوة هذه تؤثر علينا ثم بعد ذلك نندم؟ وحينها لا ينفعك أيها المبارك والله أي ندم. قضيتي دين الله تبارك وتعالى دين يحتاج منك فقط أن تعرف أن طريقك واحد وأن النجاة في طريق واحد فقط. الرسول يقول له رب العالمين اسمع اسمع هذا النداء، أنت من أنت؟ أنا من أنا؟ ماذا نساوي عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول يا محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال حتى الالتفاته البسيطة ولا تعد عيناك عنهم، لا تغرك الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا وزينتها ممنوع، لأن هذا الذي ستسير عليه أو ربما لو التفت إليه سيضرك. قال ولا تطع إيش؟ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هو مسلم لكن قلبه غافل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مش معنى فرطا؟ يعني بالمعنى العام ملخبط غير متجمع. فرطا مفروط، ما له زمام ولا أمر يعدله ولا يقومه ولا يسيره على ما يريد. يا شاب يا فتاة يا مسلم يا عاقل الصاحب والذي نفسي بيده يؤثر حتى الصالحين ولي وقفه الآن، لا تقول أنا أصحابي كلهم من أهل الطاعة، أقول هل هالعلاقة لله ولا لا؟ هل هي لذات الله تبارك وتعالى أو لا؟ الله يقول لموسى اذهب إلى فرعون طاغية الأرض إنه طغى، وبعد ذلك يأتي موسى يقول يا رب اجعل لي وزيرا ايش من اهلي هارون اخي. وشوله ليش؟ قال هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ايش السبب؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. لا تغتر بدينك ولا بمتانته ولا بحفظك للقرآن ولا بقبيلتك ولا بمالك لأنك بشر، ولا يؤمن عليك الفتنة ما دمت حيا تسير على هذه الأرض. اختر لك صاحب والفتاة تختار صاحبة. ترى يوم القيامة لا يبقى معك أقرب الناس إليك إلا الصاحب الطيب، حتى أمك وأبوك وزوجك وولدك. يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب من اللي يقف معك في ذلك اليوم؟ الله يقول الأخلاء ايش؟ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. يوم القيامة تمسك اللي بجنبك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي في سنن الترمذي والحديث الصحيح، قال أين أبو بكر؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال تعال، وجاء على يمينه. قال أين عمر؟ قال ها أنا. قال تعال. فوقف أبو بكر على اليمين وعمر على اليسار، وأمسك الرسول يديهما، قال هكذا نكون يوم القيامة. يوم القيامة كيف ستكون؟ جلس الرسول مع الصحابة والحديث في الصحيح في المسجد، قال كل منكم يمسك بيد صاحبه. ظلام في الليل، كل واحد مسك يد اللي بجنبه. ثم لما أمسكوا قال من كانت يده بيد صاحبه فإنكم ستقفون يوم القيامة هكذا. فلما قام رسول الله فإذا الذي بجانبه من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يوم القيامة تحتاج إلى صاحب، وتحتاج الفتاة إلى صاحبة، والناس يركضون في ذلك الموقف، كل منهم فار من القريب والبعيد. ولا ليش الرسول آخى بين المهاجر والأنصار؟ ليش آخى بينهم؟ المؤاخاة التي كانت، يقول طبعا ابن هشام، هي كانت في مكة قبل المدينة، لكنها في المدينة آخى بين القوي والضعيف. ضعيف يحط معه قوي حتى يقويه، وتصبح المؤاخاة، حتى أنهم من شدة الأخوة يقول له اختر احدى زوجاتي واطلقها فتتزوج عليها. بل من مكانة الأخوة الطيبة في الإسلام، اول ما شرع على الرسول عليه الصلاة والسلام الصديق الأخ في الله يرثك من مالك، حتى نزل قول الله تعالى بعد غزوة بدر وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لما نزلت الآية هذه نزلت بعد غزوة بدر، قال العلماء لأن الله عز المسلمين بالانتصار، يكفي الانتصار، وإلا الأخوة في الله تورثك في استمر الميراث للأخ في الله سنة عاما كاملا، حتى قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا. الأخوة في الله لماذا؟ يقولون هذه فلسفة علمية، قرأت تقريرا على ما يسمونه بطاقات أو إفرازات الحب عند الإنسان. يقول الإنسان عنده طاقات حب كبيرة، هذا الحب أنت مأمور طبعا أن يكون حبك لله ورسوله هذا فوق كل شيء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحب إلى الله لما ذكر الآباء والأبناء والذريات والعشيرة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخره. قال الحب، شخص يقول أنا ما تزوجت، يا أخي من حقي أحب. ولذلك مع الأسف سيأتي الكلام الآن، اليوم أصبحنا إذا قلت لواحد أنت تحب مباشرة يروح الحب عنده، الحب الحرام، العلاقة الغير منضبطة. ليش؟ ترى الأمة المسلمة إلى 100 سنة من الآن كانت أمة تعرف الإخاء، تعرف الدين. من 100 سنة والأعداء يشتغلون، ماذا حركوا فينا؟ أنا قرأت كلمة لأحدهم يهودي يقول أمة الإسلام عندها أخوة، يعني في ثبات. قالوا كيف نزعزعها؟ قال عليكم ببث الفكر. وش بثوا لنا؟ أفلام، مسلسلات، غناء. عمركم شفتوا مسلسل في غالب ما يعرض على قنواتنا العربية أو سمعتم إلا ويعود الحب والغرام والضياع؟ فيديو كليبات وأغاني. هل سمعتم أحدا يعاكس عشيقته ويسمعها مقطع قرآن كريم لستيس؟ أبدا. ليش؟ حاولوا أن يغرزوا هذه القضية في نفوس الناس حتى تتركب المسألة عند الشباب. الجيل الجاي لازم يكون لي عشيقة، ولازم يكون لي حبيبة، ولازم يكون لي ارتباط بحرام حتى يكون لي كيان في نظره هو، ويصبح لي مكانة عند الناس. هذا الحب. طيب ما تزوجت؟ يقول العلماء، شوفوا هذه لفتة يقولها ابن القيم، يقول الحب الزائد عندك بعد حب الله ورسوله، تحب أمك وأبوك زوجتك، ما تزوجت؟ قال يقسم ذلك على الأخوة في الله. والأخوة في الله ما لها حد، حتى تهدأ نفسك، لأن عندك عاطفة. حتى المتزوج والمتزوجة قد يكون عنده حب أيضا،
وعاطفة وطاقة ما زالت موجودة، صرفها في طريقها الذي أراد الله تبارك وتعالى، فبالتالي سترى أن الأمر كبير وعظيم. الأخوة في الله عظيمة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا قال: ينصب يوم القيامة حول العرش منابر من نور، وعنده أناس لهم لباس من نور، في وجوههم النور، ليسوا بملائكة ولا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. وين واقفين؟ حول العرش. قالوا الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: ليسوا أرحاما، يعني ما في بينكم بينهم علاقة رحم، ولا بينكم وبينهم أموال تتعاطونها، ما في بيع وشراء، يعني ما في مصالح. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم تحابوا في الله، اجتمعوا على طاعة الله وتفرقوا على طاعة الله. سؤال واحد: شباب يجلسون في استراحة مثلا، من منا إذا قام من مجلس مع شبابه مع محبيه مع أقاربه قال: يا فلان أو يا أخوان لا تنسون صلاة الفجر، أو إذا خرج أرسل رسالة: لا تنسى صلاة الفجر. هنا اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، اجتمع عليه وتفرق عليه. لماذا؟ لأنه يعرف قيمة هذه المحبة في الله. وجبت محبتي لمن يا رب؟ قال: للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. وجبت محبة الله جل في علاه، الله لا يرغمه أحد، بل هو الذي يرغم خلقه تعالى، الله جل وعلا يرغم الخلق كيف يشاء. ولذلك المسلم إذا آخى أخا له في الله، اسمعوا هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آخى في الله رفعه الله درجة كما بين السماء والأرض، وإن أهل الجنة لينظرون إلى المتحابين في الله في الغرف كما ينظر أحدكم إلى النجم الغابر. هذا إذا كانت المحبة في ذات الله. طيب يحشر المرء مع من؟ قال: يحشر المرء مع من أحب. من تحب؟ سؤال يطرح نفسه: من أحب الناس لك؟ أجيب بين نفسك بكل صراحة، شف الشخصية التي تحبها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هي تستحق هذا الحب؟ هل هي تستحق الأخوة والمحبة والاحترام؟ أو أنها مزيفة؟ أو أنها مجرد مصلحة دنيوية أو شيطانية أو شهوانية ثم تنتهي؟ إذا أردت أن تعرف ستحشر مع من يوم القيامة، انظر إلى أحب الناس إليك. وترى يوم القيامة ما تدخل لوحدك الجنة، وقف العلماء عند قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيش؟ زمرة، يعني جماعة. يقول العلماء: يعبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادى. هذا في الجملة، وإلا فيه من يدخل لوحده، لكن في الجملة تدخل مع مجموعة. تعال، من تحب؟ أحب أبو بكر، عمر، علي، ابن باز، الإمام أحمد، ابن تيمية، ابن القيم، الصالح، الإمام، اجتمع معهم ودخل معهم الجنة. تجتمعون في مكان ثم يدخل ذلك الجنة. ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه يقول: لو أني صمت الليل، لو أني صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنومه، وأنفقت مالي في سبيل الله كله. اسمعوا: وليس لي أحد أحبه في الله، والله ما نفعتني هذه عند الله شيئا. هذا يقوله ابن عمر، عبد الله بن عمر. وإذا قلنا عبد الله بن عمر وضعنا التحية وقلنا حسبك به. ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وجمعنا بهم في جنات النعيم. يا جماعة الخير، لحظة الضياع فرطت وخربت الأخلاق. الرسول لماذا بعث؟ أنا اسمحوا لي أتحدث لأني أرى هذا الجمع الكبير المبارك أغلبه شباب وأريد الحديث لهم خاصة. الرسول يقول: إنما بعثت إيش؟ لأتمم إيش؟ مكارم الأخلاق. يقول واحد: لا يا أخي، الرسول بعث لقضية التوحيد فقط. نقول: صح، لكن هذا الكلام مو بكلامي، هذا كلام رسول الله. وش معنى بعث لأتمم مكارم الأخلاق؟ المجتمع من غير أخلاق ضايع. أضرب لكم مثال: تخيلوا مثل ما يحصل في بعض الدول الكافرة،
أن أي رجل الآن يطلع من هالموقع ويأخذ أي أطرف امرأة من الشارع ويمشي معها ويجلس معها ويذهب معها. بل تخيل أن بعض الناس يدخل الآن عريان في هذا المكان، أو أحد يدخل ويشعل أكرمكم الله سجارة أو غيرها. إذا انقطع الأدب ضاعت الأمم، والرسول بعث ليتمم مكارم الأخلاق. من يقول أن التوحيد ليس خلق وإن العبادة ليست من الأخلاق؟ أليس الله يقول لموسى وهارون اذهب إيش إلى فرعون؟ قال الله قول له هل لك إيش إلى أن تزكى، تزكي نفسك تطهرها. هذا خلق، وهذا مرتبط بالتوحيد، تزكيها بدخولك في التوحيد. كل العبادات مرتبطة بالأخلاق. الصلاة وش يقول الله جل وعلا؟ قال الله إن الصلاة تنهيش عن الفحشاء والمنكر. هذا أخلاق، تصلي وأن تعرف قيمة الصلاة. الله أكبر، يوم قلت الله أكبر مين بالدعوة حركات رياضية، الله اسم الله العظيم، الله أكبر من دنياك، من دينك، من أهلك، من مشاكلك، من مصائبك، من محبوبك. الله أكبر، خلاص الحمد لله رب العالمين. وقف مع الآيات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا هذه الصلاة إذا ما نهتك عن الفحشاء والمنكر ما لها قيمة. خذ على سبيل المثال الصدقة، الزكاة. خذ من أموالهم، الله ماذا يقول؟ خذ من أموالهم إيش؟ صدقة إيش؟ تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الصدقة الزكاة طهارة لك، طهارة. والصدقة أنواع، مو بشرط المال. أنت قد تتصدق بأخلاقك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، قال عليه الصلاة تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. إعانتك أخيك على الحمل على الدابة صدقة. بل وضع اللقمة في فم زوجتك صدقة منك على زوجتك. إذن فيها طهارة لهذه النفس، فيها أخلاق، فيها تعليم. الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه. الحج، أشهر معلومات، ثم قال فمن فرض فيهن الحج إيش؟ خلق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب هذه أخلاق، هذا الدين يدعونا لهذا الأخلاق. بل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه التزكية. قال الله جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الكتاب، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإيش؟ ويزكيهم، يطهرهم. الخراب والضياع الذي ينادي به أهل الشر، والله إنه ضياع للأمم والأمة حتى تقوم الساعة. النبي يقول، طبعا في قضية مهمة، لا تتوقع بعض الناس عنده دين ولا عنده أخلاق مع الأسف، وبعض الناس عنده أخلاق ولا عنده دين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، ربط الإيمان بالأمانة، وقال لا دين لمن لا عهد له، وقال في قول آخر الحياء والإيمان قرناء. يا أخي معليش، أنتم تقرأون سورة المؤمنون، شوفوا أول آيات يجيب لك خلق عبادة، خلق عبادة، حتى آخر سورة الفرقان. اسمعوا، قد أفلح المؤمنون، أول شيء إيش؟ جاب عبادة. الذين إيش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه عبادة. ثم يأتيك بالخلق، والذين هم إيش؟ عن اللغو معرضون، هذا خلق. ثم يأتي بالعبادة، من يقول أن العبادة بعيدة عن الخلق؟ والذين هم، ثم قال بعد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم إيش؟ للزكاة عبادة فاعلون، إلا على أزواجهم خلق أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين إيش؟ هم لأماناتهم خلق وعهدهم راعون. ثم ختمها والذين هم على صلواتهم يحافظون. شو النتيجة؟ أولئك في جنات مكرمون، في جنات، في جنات عظيمة. آخر سورة الفرقان لما ذكر الله وعباد الرحمن
الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم تأتي العبادة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الآيات. هذه صفتك، هذه الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق هذه القضية. سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بهذا الدين؟ قال بعد آخر الآيات فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يرعون آخر شيء إيش؟ ويمنعون الماعون. إيش علاقة الماعون؟ الماعون كما قال بعضهم يطلبك جارك إبرة أو قدرا أو بعيرا وتمنعه، هذا خلق. طيب ليش ربطها بالصلاة وربطها بالرياء؟ لأنها متلازمتان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ والله العظيم إن المفلس اللي يمشي في الأسواق يبحث عن أعراض الناس، والمفلس الذي يسرق أموال الناس، والمفلس الذي ولغ لسانه في أعراض الناس. قالوا المفلس من لا دينار ولا درهم له، هذا المفلس. قال لا، لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة عنده صلاة، زكاة، صيام، أعمال كثيرة من الطاعات، لكنه جاء يوم القيامة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته لهم، فإن لم يبقى عنده حسنات أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه حتى يطرح في النار والعياذ بالله. أين أخلاق الأمة؟ الأمة اليوم تفتقر، عندنا فقر. أنا أدعوكم اليوم إلى التبرع، لكن ليس بالدم، بالأخلاق، بالأخلاق التي تعين الأمة، تعيد الشباب، تعيد الأمر إلى زمامه، تضبط الأمور. انفلتت الأمور، فيه ضياع، مسلسلات، قنوات، جوالات، تقنية انترنت، غير ذلك. هذه كلها إن لم تسخر في طاعة الله جل وعلا فإن القضية خطيرة. يمكن يقول واحد يا أخي المسألة خلاص تطبع، ما عاد يستطيع الإنسان. أقول لا، الرسول ألم يقل إنما العلم إيش؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أنا أقول الأخلاق بالتخلق. أضرب مثال، لو في واحد اليوم أو امرأة سمينة ولا متين وقيل له لازم تفعل رجيم حتى تخفف، وعنده عزيمة، والله إننا نعرف أشخاص كانت أوزانهم ما شاء الله كبيرة، بالعزيمة استطاعوا أن يفعلوا الرجيم حتى أصبحوا كما يقول الرشيقين. أنت ما عندك سعة تفعل رجيم من المعصية؟ توطن نفسك حتى تعيدها إلى حقيقة دينها. الرسول كان خلقه القرآن. إذا رأيت الرسول يقول أنس كأني أرى مصحفا يمشي على الأرض، القرآن يمشي على الأرض. اليوم بعض الناس ما معه ولا آية، بل علق أحد الدعاة تعليقا جميل يقول بعض الناس يمشي اليوم وهو ألبوم أغاني ومسلسلات وفضائيات وخراب وضياع. شوفون بعض شبابنا هداهم الله، وقف عند أي مجمع أو شارع ترى قصات الشعر العجيبة واللباس الغريب، والله الذي يبكينا. ويحدثنا بعض النساء من المحارم ما يرون في بعض قصور الأفراح وبعض مجتمعات النساء، الذي أصبح الإنسان حقيقة يخشى والله من عاقبة، نخشى أن ينطبق علينا قول الله وأما ثمود أراد الله لهم الهداية لكنهم استحبوا العمى ولم يريدوا الهداية التي أمر الله تبارك وتعالى بها. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان.